نحن اليوم دور الأب والأم صراحة لازم أن يكون دور واعي، دور واعي. يوم أشوف عيالي أنا وأشوف بناتي عندهم مشاكل مع بعض، هذا ما يسلم على هذا، هذا ما يزور هذا، ومثل ما قالت أمي أظنها أروى، آسف أروى، وقالت خواتي مع أخواني أنا الآن وياهم في نفس البيت، حنا مع بعض في نفس البيت الآن ولا أتواصل، وتظل مدة هاجرتهم. طيب وينك يا الأبو؟ أنت ما تشوف واقع أخوانك عيالك على السفرة؟ ما تشوف واقعهم؟ كذلك أم يحيى الآن تقول أولادي هذا الوسطي الآن ما يسلم على أخوانه. طيب دورك يا الأب، دورك يا الأخوان الباقي، وين دوركم؟ ولذلك أقول عندنا مشاريع إصلاح داخل البيوت لازم أن تتحرك. يعني أختي الآن أشوفها ما تسلم على أختي الثانية، أخوي ما يسلم على أخوي الثاني، أختي ما تجي إذا كانت خواتي مجتمعات. طيب وين دورنا حنا؟ ولذلك أنا أقول لازم أن يكون دورنا فعلا دور إيجابي في الإصلاح. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.